أكد دكتور علاج السمنة الدكتور مايكل مواري يمكن فقدان 27 كيلوغرام في أسبوعين أصبح ممكنا بشكل سريع وآمن على الصحة الجسدية في وقت وجيز. يعتبر الدكتور مايكل مواري واحد من أهم السلطات الرائدة في العالم في التغذية والطب الطبيعي وعلاج مرض السمنة، فقد نشر أكثر من 30 كتابا بما في ذلك موسوعة لعلاج مرض السمنة حول العالم. تستخدم الآن المنتجات التي يشرف عليها من قبل عشرات الآلاف من أطباء الرعاية الصحية والأغذية في جميع أنحاء العالم. على مدار 35 عاما الماضية قام الدكتور مواري بتجميع قاعدة بيانات ضخمة للدراسات العلمية الأصلية الطبية لعلاج مرض السمنة. قام شخصيا بجمع أكثر من 65 ألف مقالة من المؤلفات العلمية والتي تقدم أدلة قوية على الفاعلية الفيتامينات والمعادن وغيرها من التدابير الطبيعية في الحفاظ على نزول الوزن بشكل طبيعي دون التسبب بأي آثار جانبية. من خلال عمله مع الشركات الرائدة كان للدكتور مواري دور فعال في جلب العديد من العناصر وتحويلها إلى منتجات طبيعية داخل أمريكا الشمالية بما في ذلك نبتة فروسكولي. أكد دكتور مايكل مواري أنه من الممكن جدا فقدان ما يصل إلى 27 كيلوغرام بأمان في 14 يوما بدون تمارين رياضية أو حميات غذائية. أي وزن زائد حتى لو كان طفيفا يمكن أن يكون خطيرا للغاية. في بعض الحالات تصل السمنة إلى مستوى حرج، ضيق التنفس والدوالي وأمراض القلب وتليف الكبد وغيره من الأعضاء الداخلية. هي عواقب سطحية فقط في المراحل الأولية للبدانة، قد يؤدي العلاج المفاجئ لكتلة الدهون الزائدة إلى الموت. بعد تحليل وسائل فقدان الوزن الطارئ مثل الحميات الغذائية والتمارين الرياضية وغيرها، أثبت الدكتور مايكل أن 92% منها غير فعالة تماما ولها تأثير سلبي للغاية على صحة الإنسان. الوسائل الأخرى ليس لها تأثير. فقدان الوزن على الإطلاق وبعبارة أخرى بعد التوقف يعود الوزن الزائد على فور مرة أخرى. العلاج الآمن الوحيد وفقا للدكتور مايكل هو فروسكون. أظهرت دراسات الطبيب أن 92% من المرضى تخلصوا من الكيلوجرامات غير مرغوب فيها بشكل دائم في وقت قصير للغاية. ويمكن تحقيق هذه النتائج المذهلة بفضل هذه المكونات 18 نوعا من الأحماض الأمينية والبروتينات وفيتامين دي 3 عالي الفاعلية بمقدار 2000 إلى 5000 وحدة دولية يوميا. زيت السمك والذي يحتوي على إيبادي بمقدار 1 من 1000 ل 3000. وتعتبر المستويات الكافية من الكروم هامة بشكل فيروسكولون، وهو عبارة عن رابطة من الألياف فريدة من نوعها. بالإضافة لدراسات ما قبل الإكلينيكية المكثفة والتجارب الإكلينيكية، وتعتبر بجكس طبيعي 100% وغير مسبب للإدمان وآمن للاستهلاك دون أي أعراض جانبية خطيرة. وقد أظهرت الدراسات الإكلينيكية المفضلة أن فيروسكولون لديه الفوائد التالية: يعمل على خفض الشهية وعلى خسارة الوزن بشكل فعال وسريع، يعمل على تنظيم التحكم بسكر الدم، يعمل على زيادة حساسية الأنسولين، يعمل على خفض مؤشر سكر الدم في أي من الأطعمة أو المشروبات أو الوجبات بمعدل 35 لـ 50%، يعمل على خفض معدل الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية، تسرع عملية فقدان الوزن بمقدار 10 مرات وتحافظ على استمرار الكيلوجرامات المفقودة. بفضل هذا المنتج يفقد المرض بشكل دائم وفي المنزل من 12 إلى 27 كيلوجرام في أسبوعين دون ضرر نهائي على الصحة. مع فروسكولون ليست هناك حاجة للحميات الغذائية الشاقة والحرمان بعد تناولها 3 مرات في اليوم قبل نصف ساعة قبل الوجبات اليومية. ذكر المرضى النتائج التالية: اليوم كل برامج التغذية التي عدها الطبيب ستتضمن بالتأكيد فروسكولون. بفضل هذا المنتج يمكن للمريض الالتزام بأي نظام غذائي وأسلوب الحياة المعتاد. المكونات النشطة الكبسولات تمنع السعرات الحرارية الضارة التي تدخل الجسم مع الطعام. مضادات الأكسدة تزيل السموم من الجسم. مضادات الأكسدة تزيل السموم من الجسم وتساهم في تسريع عملية الهضم وتطبيع الشهية. يدعي الطبيب أن الجمع بين الفيتامينات والمغذيات الإضافية تسمح للجسم لتحديد كمية الوزن الزائد بصورة مستقلة والتخلص منه دون ضرر على الصحة. منتج غير مكلف لفقدان الوزن، حيث أن سعره أرخص 30 مرة مما يجعله في متناول أي شخص يريد فقدان الوزن بسرعة وفاعلية. الميزة الأساسية لهذا المنتج هو أن المرضى يمكن أن يفقدوا الوزن الزائد بسرعة أثناء تناول أطباقهم المفضلة. هذا المنتج معتمد. احذروا، دكتور مايكل مواري يحذر مرضاه لا تفرطوا في تناول الكبسولات واستخدموه بحرص وفقا للتعليمات. في حال سوء الاستخدام قد يسبب المنتج فقدان وزن جذري متجاوزا المعيار الموصى به مما ينتج عنه فقدان الشهية.